بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبائي. الليلة دي عاوز أكلمكم في رسالة بعنوان حاسب لا تكون ظالم، أو حسبي لا تكوني ظالمة. النهاردة في إنجيل التاسعة لما المسيح له المجد دخل بيت الفريسي، لقى بياكل من غير ما يغسل ايديه، فطبعا لامه ومشي على عون كل الفريسيين اللي بينقضوا المسيح. فربنا يسوع قال له: انتم يا معشر الفريسيين تطهرون خارج الكأس والسجركة، أما داخلكم فمملوء دعارة واختطافا وظلما. أعطوا صدقة وحكما عادلا وكل شيء يتطهر لكم. الأسبوع ده مليان قصص ظلم، يعني ربنا يسوع له المجد اشترك في ظلمه أطراف كتيرة، بيلاطس كممثل عن الرومان، وعلى فكرة الرومان كانوا يفتخروا جدا بأنهم حقانيين وعادلين جدا، لكن دول عملوا ظلم بين. هيرودس مخلط كده شوية يهودي وشوية يعني أممي، واشترك في الظلم. يهوذا اشترك في الظلم، قيافة وحنان، كل دول اشتركوا في ظلم ربنا يسوع، عشان كده قيل عنه ظلم. أما هو فتزلل ولم يفتح فاء. العجيب أن كل دول ضمائرهم تقريبا ساكنة، يعني كل واحد فيهم حاسس أنه معاه حق في اللي بيعمل. ودي مشكلة اللي بيظلم، أنه ساعات يبقى عنده حجة مقنعة. وعشان كده بقول لك حاسب لا تكون ظالم. يعني في واحد يشكي من مراته ومطلع نفسه مظلوم، وبعدين الحقيقة تكون عكس كده، ده هي اللي متعذبة معاه، بس هو شايف نفسه مظلوم في العيشة معاها، بس هو مش فاهم يعني ايه يبقى زوج حنين ويبقى مسؤول، ويعني شايف كل العبر فيها. ساعات العكس، ساعات تبقى زوجة ظالمة، دايما متهمة جوزها أو أهل جوزها، وهي مش شايفة عيوبها. إذا قصة الظلم يا أحبائي هي قصة دايما كده إيه، تايهة. الظالم كتير ما يقول أنا مظلوم. تفكرنا بحكاية شاول الملك. شاول الملك كان عاوز يموت داود، وعاش في القصة دي عشرات السنين. فمرة قاعد وحواليه عيلته جماعة البنيامينيين، قال لهم: أنا مش صعبان عليكم؟ إزاي أنا ما صعبش عليكم؟ عجبكم اللي أنا فيه ده؟ عجبكم الظلم ده؟ الظلم هو اللي بيحاول يموت داود بقاله سنين، وشايف نفسه مظلوم، وبيعني بيستجدي تشجيعهم عشان ما تخليكم معايا، خلينا نخلص من داود. الابن الأكبر في قصة الابن الضال كان حاسس أنه مظلوم ورفض يدخل البيت، لدرجة الأب طلع له يأكد له أن حقك محفوظ، يا ابني كل مالي فهو لك، إن كان أخوك خد نص حقه النص التاني بتاعك، ما بنغيرش في كلامنا، لكن كان ينبغي أن نفرح، أخوك كان ميت وعاش. إنما إحساس الظلم عنده عالي جدا، أنا مظلوم وإنت حبيبي ظالم، أخوك اللي مات وعاش ده مش كنا نفرح بيه؟ أنت لسه بتتعامل معاه كأنه الذي أكل المعيشة مع الزواني، وكلام الصعب ده كله، وفي الآخر شايف نفسك مظلوم. في الحكاية اللي حكاها المسيح بتاعت الفعلة، الفعلة ربنا حكى أنه واحد طيب كده طلع يأجرهم من أول النهار الساعة 6 الصبح، وبعدين 9 الصبح، وبعدين 12، وبعدين 3، وجي على 5 لقى ناس ما اشتغلتش، طب روح اشتغل. وبعدين الساعة 6 اليوم خلص، جاب الأخرانيين دول ودى الدينار، راجل طيب وكريم، فعال دول غصب عنهم ما لقوا الشغل طول اليوم، خلاص اشتغلوا ساعة زي 10 ساعات، أهو كويس أنهم يروحوا معهم حاجة. الجماعة بقى اللي اشتغلوا من أول النهار
مش يبصوا له على انه طيب وكريم، تذمر. فالمسيح له المجد قال ايه في المثل؟ من فم صاحب الشغل قال له: يا صاحب ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، انا متفق معاك على دينار، خد فلوسك وامشي، مالك انت اعمل ايه انا مع فلان وعلان؟ ام عينك شريره لاني انا صالح؟ عشان كده موضوع الظلم ده سهل يتوه، وربنا يحمينا. كتير من اللي حاسين ان هم مظلومين للاسف بيكونوا ظالمين للاسف. والظلم له درجات كتير قوي واشكال كتير، واللي بيحصل في الاسبوع ده منتهى الظلم، لكن كانت الناس شايفة ان دي مصلحة الشعب ومصلحة التاريخ. والظالم يسمع الصوت اللي على مزاجه. يعني بيلاطس جاله صوت من مراته الطيبة: إياك وذاك البر. وبعدين أصوات الجماعة اليهود والكتبة والفريسيين وبتوع الهيكل قويت أصواته، الكتاب يقول كده، عليت زيادة. وبعدين ابتدوا يهددوا بالكرسي: كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر، خاف على مركزه. طب انت جواك صوت بيقول الحق وجواك صوت تاني بيقول الباطل، ما قدرش. وبعدين شوفوا بقى تخدير الضمير توصل لإيه، اللي يجيب شوية مية يقول إيه: أني بريء من دم هذا البار. بريء إزاي؟ لا مش بريء طبعا، أنت ظالم طبعا، كان في إيدك حكم وكانت القضية واضحة وأنت عارف كويس أنه هو بريء، لكن حكمت بإعدامه. عشان كده كانت خطية الشهادة بالزور في الشريعة اليهودية خطية صعبة جدا. كان اللي يشهد بالزور ويتثبت عليه أنه شهد بالزور تقع عليه نفس العقوبة اللي كانت تقع على الشخص المتهم، عشان الناس تخاف جدا من الشهادة بالزور. الأسبوع ده مليان شهادات زور، حتى ليلة صليبه يتقال أنه من كثرة شهاداتهم لم تتفق شهاداتهم، يعني باين أن الكلام عكس بعضه، ومع كده سايبينه. في قصص في الكتاب المقدس عن ظلم شديد، من أشهرها مثلا يوسف، امرأة سيده اتهمته باطلا ان هو اللي بيضايقها، وطبعا لأنها هي ست هانم يعني هو غلبان عبد اتسجن. قصة نابوت اليزرعيلي، أخاب طمع في الأرض بتاعته ملوش حق فيها، ونابوت بأدب قال له: أنا مش ببيع دي أرض أجدادي وأبائي، يعمل مؤامرة ويروح ياخد الأرض يموته، وتجيب إيزابل شهود زور. فقصص الظلم كتير، ولما نقرأ تاريخ الكنيسة الحقيقة كنيستنا بالذات عاشت مظلومة في كل الأجيال من وقت الرومان لغاية النهاردة، ياما يطلع عليها تهم باطلة وولادها ياما يتظلموا. وطوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين. هو ده الظلم، أنه يتقال عليك تهمة باطلة والناس تصدق. دانيال هيقابلنا ليلة أبو غلامسيس في قصة سوسنة العفيفة، اتنين شيوخ كبار اتهموا هذه الزوجة الفاضلة بالخطية، وطبعا دول اتنين شهود وشهود مش قليلين، وطلع قرار انها لازم تموت. دانيال رفض الظلم وكان لسه شاب صغير واعترض، وربنا اداله حكمه وفتش المشكله ووقف هذا الظلم. هنا عاوز اقول لكم حاجتين: ازاي تستحمل وانت مظلوم، وازاي تنجي نفسك من انك تبقى ظالم. ازاي تستحمل وانت مظلوم؟ اولا تاكد انك مظلوم ومش بتجامل روحك، لأنه كتير من المظلومين هم ظالمين ولو بدرجة. يعني إيه؟ عادة لما كنا نروح السجن خدمة تقعد مع أي متهم في السجن يقول لك: ده أنا مظلوم يا بونا. طب ربنا معاك، تعال نعترف عشان تتناول. في الاعتراف يطلع أن الحكم اللي عليه أقل كتير من المفروض، لكن هو من الأول إيه كلهم بيقولوا هم مظلومين. طبعا ده ما بيلغيش أنه في كل جيل في ناس مظلومة بجد. فالأول عشان تحتمل الظلم تأكد أنك مش ظالم أو جاني أو مذنب بأي درجة.
لأن في بعض الأمور بتبقى غلطان ولو بدرجة، فعشان ما تعفيش نفسك دائما من المسأل. تاني حاجة عشان وانت مظلوم تعملها، بص على الصليب. مفيش في تاريخ البشرية حد اتظلم قد ربنا يسوع، لأن ربنا يسوع الوحيد اللي بلا لوم بلا عيب بلا أي تهمة، لم يوجد في فمه غش، فيش أي خطية من أي نوع، واللي وقع عليه ده ظلم أصعب من أي نوع، ده حكم إعدام أكتر من مرة. يعني الجلد كان يعتبر حكم إعدام والصليب حكم إعدام، فكأنه يعني بيموتوا كذا مرة، وقبلها محاولات رجم، كل ده ظلم. بص على الصليب هتلاقي فيه قوة وفيه صبر بيطلع لك، لأن المظلوم بيتصبر بربنا. وطبعا بعد الصليب في قيامة، فيبقى معنى كده أن المظلوم عنده أمل وعنده رجاء، هيجي اليوم اللي النور يطلع ويشهد أنه كان مظلوم، ليس خفي إلا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلم. يبقى راجع ضميرك الأول، لا تكون ظالم. اتنين، بص على صليب ربنا يسوع. تلاتة، تمسك بوعود الله. أنت لما تتحط في فئة المظلومين دخلت في مجموعة من الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين، كل دول عد عليهم ظلم. في أكتر من أمنا العذراء اللي في بدايتها خالص يعني ظلمت، ولو بنظرة عينين من يوسف النجار، والمجتمع كله كان يبص لها يعني بصة مش تمام وفضلت ساكتة، فأمنا العذراء ما اتظلمت. فلما تحس أنك أنت محطوط في كدر المظلومين، يبقى أنت كده بتشارك المسيح ألامه. الظلم شركة في ألام المسيح، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. طيب الواحد يعمل إيه عشان ما يظلمش؟ لأن كلنا في حياتنا ممكن بقى نقع في خطية الظلم، والظلم له أشكال كتير. يعني إيه؟ الإدانة ظلم، وفي النص الأصلي بكلمة لا تدينوا يعني لا تحكموا. ما كلمة إدانة مقصود بيها الديان اللي هو القاضي اللي بياخد حكم، فالحكم على الناس اللي هي خطية الإدانة نوع من الظلم. فكونك تحكم على أي شخص ده لوحده ظلم، أنت ما تعرفش الظروف. وفي قصص الصيام الكبير قابلتنا قصص ظلم كتير قوي. يعني إزاي اليهود ما شافوش معجزة شفاء المخلع واتهموا المسيح بكسر السبت، وبتوع المولود أعمى شايفين الأعمى ده يعني أي كلام وعمالين يغلطوا فيه، وكل صور الظلم موجودة. ليه؟ لأنه مش عاوزين يشوفوا الحي. عشان ما تظلمش تحاشى أنك تاخد موقف القاضي أو الحاكم من أي شخص، تحاشى. كلكم عارفين قصص جميلة زي حكاية الأنبا موسى الأسود، كان راهب بقى كبير في البرية وبقاله سنين ومحبوب ومقبول من الكل، وبعدين في راهب أخطأ ومعروف أنه مزبوط عليه غلطته، قالوا له تعال عشان نحاكم الراهب، جاب كيس الرملة وشاله، والرملة قعدت تدلدق ورا ظهره، وأول ما قرب قالوا له إيه اللي أنت بتعمله؟ قال لهم خطاياي ورا ظهري مش واخد بالي منها، وجاي أشوف خطية أخويا. فهنا كان يتحاشى أنه ياخد موقف الحكم أو الديان أو القاضي. احذروا هذا الدور يا أحبائي، لأنه إحنا بنستسهل نتكلم عن الناس ونستسهل نحكم، وطبعاً إحنا مش في موقف حكم خالص، إحنا كلنا متهمين وكلنا مدانين وكلنا نحتاج للتوبة. عشان ما تبقاش ظالم تروى في الحكم، لو مضطر تاخد حكم خد وقتك ما تستعجلش. تعرفين في ليلة صليب المسيح كلفته الدنيا ليه؟ لأن هي لو قعدت يومين ثلاثة مش هتكمل المؤامرة، فهما لازم يكلفتوها ويطبخوها عشان ما يطلعش عليها النهار، يعني لأنه مليانة ثغرات، قصة ملهاش أي دليل يعني إن هو المسيح صاحب فتنة أو إن هو يهد الهيكل أو التهم اللي اتقالت عليه. فهنا الوقت لوحده ممكن يحميك من إنك تظلم،
مجرد تدي وقت مع الصلاة الصورة تبان قدامك، لكن تستعجل وتاخد قرار هتغلط، حتى لو مالكش غرض بس ممكن تغلط، لأن الاستعجال لوحده يخليك تحكم خطأ وتظلم. وممكن تكونوا ظلمتوا عيالكم مثلا، حاجة اتكسرت وزعقت وبعد كده اكتشفت انه مش ابنك اللي، او انت قلتي الشغالة خدت حاجة وبعد شوية تلاقي الحاجة في البيت وتبقي ظلمتي الشغالة مثلا. الحاجات دي خطر، قاسية جدا، خطايا كبيرة. الحكم على الناس ده مش حاجة قليلة. كمان اطلب من ربنا دايما نجيني من الدماء يا الله الى خلاص. يقولوا بعض تفسيراتها ما تسيبش ايدي تشيل دم، زي ما بيلاطس حس ان في ايده دم المسيح، رغم انه غسل ايديه. يعتقد في التاريخ انه فضل عنده وسوسة كل شوية يغسل ايده وحاسس الدم مش بيطلع من ايده، شبه قصة هيرودس بعد ما قتل يوحنا المعمدان. بقى كل شخص مشهور يقول ده يوحنا المعمدان، يوحنا مش انت موتته، ما هو خلاص متعفرت حاسس بالذنب. فهنا عشان ما تقعش في الظلم وتظلم انسان، صلي يا رب نجيني من الدماء، ما تسيبنيش يا رب احكم على حد غلط، ما تسيبنيش اشوف الصوره غلط. وما اكثر ما بنشوف الصور مشوهه وتبقى احكامنا بطاله، وده يكلفنا كتير قوي. عشان ما تقعش في انك تظلم حد، مارس حقي وقول كلمه جميله، اختار ان تكون مظلوما وتحاشى ان تبات ظالما. اللي هي طلع منها المثل البلدي ايه، يا بخت اللي ينام مظلوم او يبات مظلوم. لو دخلت في موقف فيه فلوس وفيه اخد وعط، ايه رايك تطلع خسران وتطلع مظلوم، تتحط في الصف بتاع القديسين؟ لو اللي قدامك ماشي وحاسس انه هو مظلوم ولو بدرجة، ما يمكن تبقى انت كده بقيت ظالم، ما يمكن. وهنا اقول لكم حاجة، محبة الفلوس من اكتر اسباب الظلم اللي في العالم. يعني قصة الغني والعازر فيها ظلم، رغم أن الغني لم يقال عليه أنه كان ظالماً. مجرد أن في واحد على باب بيته بيموت من الوجع والمرض والجوع وهو ما حسش بيه، حسب ظالماً وانتهى نهاية وحش. ففي ظلم بيبقى غير مباشر، أنك تبقى عايش عيشة مرفهة وحواليك الناس متعذبة، طب ما ده نوع من الظلم. في ظلم في العلاقات، ان مراتك ما تسمعش منك كلمة طيبة وتشجيع واحترام، طب ما ده ظلم. ان ولادك ما يشبعوش بيك كأب، ده ظلم. ان انت تبقى عمالة تتكلمي على الجيران وعلى الاخوات وعلى الجارات ما ده كل ده ممكن يبقى تحت بند الظلم. يبقى الواحد يصلي كتير يا رب نجيني من الظلم، وانه يتروه ويدرس الموضوع كويس، وأنه يميل أنه يتهم نفسه أو يطلع نفسه مظلوم ولأنهش يظلم. نقطة كمان، إذا اكتشفت أن في نسبة ظلم في حياتك بأي درجة، لازم تحاول تعوضها مهما حصل. والحكمة دي خدناها من زكا أول امبارح. بقى زكا كان راجل بطل، رئيس عشرين، وبعدين بقى المسيح دخل بيته وشبعه بالحب. الراجل ده حس ان هو كان ظالم، وقف لوحده قال ايه، نصف اموالي اعطي للفقراء، وان كنت قد وشيت باحد، يعني ظلمت حد، ارد اربعه اضعاف. ربنا يسوع قال ايه، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. يبقى اصلاح الخطا باي درجه لازم تصلح خطاك. فما ينفعش تبقى ظلمت موظف، ظلمت قريب، ظلمت حد من بيتك، وبعدين تقول خلاص هو استحملني. مفيش أي تعويض حتى، مفيش أي اعتذار، مفيش أي مكافآت بأي درجة. لكن أنت كده هتتحسب من الناس اللي ظلمت. آخر حاجة أقولها، اسلكوا بالتدقيق. الشخص اللي يدقق ما يقعش في الظلم. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة.
كتاب يقول لا ظالمون يرثون ملكوت الله، ما فيش حد من اللي بيظلمه هيدخل السماء. طب احنا مش عاوزين نبقى منهم، يبقى الحكاية عاوزة تدقيق، عاوزة دقق في كلامي، لا تطلع مني كلمة ظالمة حتى في تفكيري، لا أحكم على الناس بدماغي بطريقة غلط، لا استعجل وشارك في حكم وأنا ماليش فيه، الموضوع ما يخصنيش، لا افتكر نفسي مظلوم أكون أنا اللي ظالم وجاني وأنا مش شايف الصورة صح. يبقى هنا أسلكه بالتدقيق، لما الواحد يدقق كويس ويفحص حياته يتحاشى هذه الخطية البشعة، خطية الظلم. النهاردة قديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الصبح قال لنا وعظة جميلة ضمن قرايات يوم الاثنين الصبح، قال لنا لازم كل مسيحي يجي آخر اليوم يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه كويس لألا يكون ظلم أو غلط في حد، وما ينامش أبدا غير لما يعمل الواجب ده. وبعدين بيقولوا أول ما يصحى الصبح يعمل كده كمان، وقال أصل في ملاك بياخد تقدماتنا ويطلع بها السماء. الحاجة الحلوة لأحسن الملاك يطلع يشكينا، يعني بطريقته البسيطة بيقول كده، لأحسن الملاك بتاعنا ما يلاقيش حاجة عدلة ويلاقي كل اللي عاملينه كلام بطال. ربنا يحمينا من الظلم ويصبرنا على الظلم، لو كنا مظلومين بأي درجة يدينا الصبر ويدينا سلام في القلب ويدينا حكمة، ويحمينا من ان احنا نظلم بأي درجة، ولو وقعنا في الظلم نصلح موقفنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.